إذا أي أحد عنده فكرة أو مداخلة على يعني وصف المنظمة، يا ريت يعني إحنا هذا حتى نسوي فد يعني تحريك وجذب للانتباه إن شاء الله، حتى لا تكون فقط هي من قبل المحاضر. يعني يا ريت إذا أحد عنده مداخلة. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، مرحب. أستاذ أنا سارة. أهلا وسهلا. أستاذ، المنظمة مجموعة من الأفراد إلى هدف معين ويستخدموها طريقة أو أكثر الوصول إليه، يعني مثلا منظمة إنسانية، منظمة بيئية، منظمة علمية، هيش. ممتاز ممتاز، وصف جميل، عاش جديد، شكرا جزيلا سارة، شكرا أستاذ. الله يخليك. إذا أكو أحد أيضا عنده مداخلة أخرى، أساتذتنا السلام أعزاء. عليكم أستاذ وعليكم السلام، أهلا وسهلا. حنين. وياك أستاذ، المنظمة هي بطبيعتها تكون، هي لازم تكون حلقة وصل بين موظفيها حتى تقدر أنه تحل المشاكل في سبيل حتى تحصل على إنتاجية واسعة، سواء كانت الإنتاج مالتها سلعي أو خدمي. فتعمل على أن تكون حلقة وصل بين الإدارة العليا والموظفين لتمنع المشاكل، لأن إذا حدث مشاكل بالمنظمة راح يأثر على طبيعة عملها، على إنتاج مالتها. ممتاز ممتاز، ناشط الأيادي، شكرا جزيلا، شكرا على المداخلات. العفو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا. جمعة مباركة، الله يساعدكم. شلونكم؟ يعني المنظمة، إذا أخفض مداخلة، إذا تفضل المنظمة أستاذ مجموعة من محمد. الأفراد لهم حد. أشكرك، الله يسلمك. السلام عليكم، عليكم السلام. تسمعوني؟ السلام ألو، عليكم نسمع. السلام، نسمعك أستاذ محمد. نعم، مساء الخير، الجمعة مساء مباركة الخير إن شاء الله على الجميع. على الجميع، يا رب. الله يسلمك. المنظمة، الله يسلمك، يعني إذا تحب شرح المنظمة أو تعريفها. المنظمة نعم. هي مجموعة من الأفراد لهم هدف معين يستخدمون طريقة أو أكثر للوصول إليه. يعني أكو منظمات إنسانية، ومنظمات بيئية، ومنظمات عمالية، إلى آخره. شكرا أشكرك. جزيلا، شكرا جزيلا على انتباهكم. ممتن، إذا كان كلامي واضح. واضح وفعلا ممتاز، شكرا جزيلا. الله يخليك. العفو الدكتور علي، الآن إذا تحب تقطع الصوت حتى نقدر نبدأ. أخاف. نعم، شكرا جزيلا. أعزائنا الحضور، المشاركين الكرام، محاور العفو اليوم الثاني لدورتنا فن الإدارة، كيف تكون إداري متميز. اليوم الثاني راح نتكلم على المنظمة، وناخذ أيضا منظمات الأعمال، ناخذ أيضا ما هي أنواع المنظمات، كذلك أشكال المنظمات، الشكل القانوني إلها، والمنظمة كنظام مفتوح، وأيضا خصائص المجتمعات المتطورة إداريا. فمثل ما تفضلوا الأخوات والأخوة الزملاء، أساتذتنا الكرام، المنظمة بوصفها هي عبارة عن كيان من أفراد يعملون في إطار تقسيم واضح للعمل للوصول إلى أهداف معينة وتتسم بالاستمرار. كيان، يعني احنا من نذكرها انه هي ككيان، هي كيان مستقل. هذه المنظمة تكون ككيان مستقل. لو جينا وصفنا مؤسسة على سبيل المثال، هذه المؤسسة هي كيان مستقل، ممكن ان يكون عندها عدة اقسام، عندها عدة فروع، عندها عدة اماكن متواجدة. يعني لو مثلا فرضنا على سبيل المثال جامعة بغداد، جامعة بغداد هي جامعة، هي عبارة عن كيان مستقل اسمها جامعة بغداد. هذه الجامعة بها مجموعة من الكليات، بعض الكليات متوفرة أو موجودة العفو في موقعها اللي نعرفه احنا بالجادرية،
بعض الكليات موجودة في أماكن أخرى موزعة مثل كلية الإدارة والاقتصاد اللي هي بالوزيرية، وكلية القانون في مكان آخر، وهكذا. فهي كيان مستقل من أفراد. طبعا هو هذا الكيان لازم يشتغلون بأفراد، هذول الأفراد يعملون في إطار تقسيم واضح للعمل. اليوم أنا من أجي يعني أسس هذه المنظمة بدون أن أخلي إطار واضح. الإطار نقصد به اللي هو وصف أو تقسيم المسؤوليات والواجبات، فهذا التقسيم لازم يكون واضح للعمل حتى نقدر نوصل شنو لأهداف معينة. يعني أنا مو أجيب شخص على سبيل المثال هو عنده معرفة بالأمور الإدارية لكن هو ما عنده معرفة بالأمور التكنولوجية، وأجي أقول له تعال أقعد أشتغل على الحاسب أسوي لي نظام. طيب هو ما يعرف يشتغل على النظام أو يسوي حاسب إذا هو ما يتعلم. فهنا من أني أنطي الوظائف لكل شخص يعرف كيف يعمل بضمن تخصصه، فأني بهالطريقة راح أقدر أوصل إلى الأهداف اللي أنا محددة، الأهداف المعينة. طبعا هذه المنظمة هي يفترض أنه تتسم بالاستمرار، يعني شغلها مستمر لا يتوقف، يعني مستمر منذ أن تنشأ إلى أن قدر ربما أنه هي تستمر إلى ما لا نهاية، أو أنه هي تواجه بعض المصاعب وتغلق، لكن الغرض مالتها أنه هي تتسم بالاستمرار. منظمات الأعمال اللي هي منظمات فردية أو جماعية خاصة تمارس نشاطا اقتصاديا مفيدا للمجتمع بهدف تحقيق ربح. احنا طبعا راح ناخذ هاي منظمات الأعمال أشكالها كيف تكون بالشرائح القادمة، لكن منظمات هي عبارة عن منظمات فردية أو جماعية، يعني أما مكونة من شخص أو من مجموعة أشخاص اللي يملكوها، تكون خاصة. طبعا هي تكون خاصة تمارس نشاطا اقتصاديا، يعني هي تقدم إنتاج أو تقدم سلع أو خدمات تكون مفيدة للمجتمع، لكن منظمات الأعمال هدفها هو أنه هي أن تحقق الأرباح. الهدف مالتها أنه هو تحقيق الأرباح، يعني عملها يكون ضمن تحقيق الأرباح. أنواع المنظمات، عندنا الحقيقة عدة أنواع للمنظمات، والأنواع تختلف عن الأشكال بصراحة. الأنواع هي خلينا نشوفها كالآتي. أول شيء عندي المنظمات الحكومية، احنا نبدي بالشيء الحكومية، المؤسسات الرسمية. المنظمات الحكومية هي منظمات تنشئها الدولة من مواردها وتقدم من خلالها الخدمات السيادية بالدرجة الأساس، مثل خدمات الدفاع والأمن وإصدار الوثائق الثبوتية وغيرها. يعني هذه المنظمات احنا يعني احنا نسميها الدوائر الدولة. دوائر الدولة هي عبارة عن منظمات تنشئها الدولة العفو من مواردها، وتقدم من خلالها الخدمات السيادية بالدرجة الأساس. يعني أنت عندك مثلا وزارة الدفاع والأمن، إصدار الوثائق الثبوتية اللي هي الجنسية والجوازات والمحاكم وغيرها. فهذه هي احنا نسميها المنظمات الحكومية. النوع الثاني الحقيقة اللي هي المؤسسات الحكومية. المؤسسات الحكومية هذه منظمات متنوعة، بعضها ينتج ويقدم سلع وخدمات لكي لا تكون محتكرة من قبل القطاع الخاص، مثل عندنا خدمات المياه والكهرباء والموانئ والمطارات والسكك الحديد. هذه المؤسسات الحكومية هي نفس الفكرة، هي منظمات متنوعة، هذه تقدم لك أما سلع أو خدمات. احنا اتفقنا البارحة أن المنتج، كلمة منتج هي مقسومة إلى قسمين أو مفهومين، اللي هو السلع اللي هي الأشياء الملموسة، والخدمات اللي هي الأشياء غير الملموسة. هذه الحكومة الحقيقة تنشئها حتى ما تكون محتكرة من قبل القطاع الخاص، يعني مو هو القطاع الخاص اللي يقدم هذه الخدمات حتى يتحكم بالأسعار وكيف، وبالتالي يأثر على معيشة المواطن. من ضمنها هي خدمات المياه. احنا اليوم يعني المياه اللي توصل لنا من خلال الدولة، الكهرباء، الموانئ أيضا اللي هي البواخر تشمل المطارات، السكك الحديد. أيضا بنفس الوقت أكو شركات اللي هي تابعة إلى مثلا
نحكي على القطاع الصناعه، يعني شركات اللي تابعه الى وزاره الصناعه والمعادن. واحده من عندها اللي هي مثلا شركه الانتاج، الشركه الجلديه الان صار تسميتها اللي هي الشركه الجلديه والنسيجيه اللي هي كان بكرادة خارج، شركات أخرى اللي هي تشمل إنتاج المواد الأولية للبناء، أيضا هذه من تدار من قبل الدولة القطاع العام. النوع الآخر من المنظمات اللي هو نسميها المنظمات الدولية، وهذه على أنواع عديدة تتواجد على أراضي دولة أخرى، مثل عندك السفارات. هذه هي السفارات عبارة عن منظمات دولية تتواجد في دولة أخرى. إحنا أنا مثل ما عندنا إحنا سفارات عديدة للدول. أيضا المنظمات الدولية اللي هي مثل منظمة الأمم المتحدة، هذه هي المنظمة المعروفة عالميا. الجامعة العربية أيضا هي تعتبر من المنظمات الدولية، ومنظمة اليونسكو واليونيسيف اللي أيضا هي تابعة إلى الأمم المتحدة. فهذه كلها احنا نسميها منظمات دولية، ليش؟ لأنها أما هي غير موجودة داخل بلدنا، يعني مؤسسة في أو موجود المقرات مالتها في دولة أخرى، ولكن لها فروع عندنا في دولتنا احنا، وبذلك احنا نسميها المنظمات الدولية. النوع الرابع من المنظمات الحقيقة اللي هي منظمات مجتمع مدني، هذه غير هادفة للربح. واحنا هنا يعني يمكن حضراتكم تعرفون عندنا الكثير من هذه المنظمات. هذا النمط من المنظمات هو نوع خاص لا يهدف للربح، بل تقديم خدمات جماهيرية متنوعة. من أمثلة هذه المنظمات مثلا الأحزاب السياسية، جمعيات حماية المستهلك، حماية البيئة، أطباء بلا حدود، ومنظمة الشفافية الدولية، وكذلك الجمعيات الأنمية ودور العبادة وغيرها. مثل عندنا النقابات، أيضا هذه النقابات هي أيضا منظمات مجتمع مدني غير هادفة، يعني على سبيل المثال نقابة الأكاديميين العراقيين، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، هذه هي كلها منظمات مجتمع مدني غير هادفة للربح. النوع الآخر اللي هو التعاونيات، هذه التعاونيات تهدف هذه المنظمات إلى خدمة مجموعة من الأفراد في مجال معين، حيث تتحمل هذه الفئة مسؤولية إنشاؤها وإدارتها، مثل عندنا جمعيات التسويق الزراعي وغيرها. هذه الجمعيات تكون تعاونية بالأساس، مثلا عندنا على سبيل المثال جمعية استهلاكية للمعلمين، تؤسس هذه الجمعيات لتوفير منتجات وخدمات للشريحة المحددة من هؤلاء الاختصاص، يعني هذا الاختصاص المعين، حتى يوفروا لهم خدمات وسلع بمبالغ زهيدة، أو احنا مثلا مثل ما نقول بسعر المنتج. نجي على أشكال المنظمات، والحقيقة هي يعني هي أشكال الشركات، الشركات اللي تعمل، اللي هاي نقصد بها منظمات الأعمال. أكو عندنا 3 أنواع. النوع الأول اللي هو احنا نسميها الشركات الفردية. الشركات الفردية هي شركة عفوا يملكها شخص واحد فقط. يعني اليوم أنت من تيجي تأسس مشروع أو تأسس شركة، أنت شخص وحدك، فأنت هذه تسمى الشركة الفردية. ليش؟ لأن هي شركة تابعة إلى شخص واحد. النوع الثاني من الشركات اللي هي تسمى شركات التضامن. هذه الشركات يملكها مجموعة محددة من الأشخاص، 2 أو أكثر. طبعا هذه يكون ضمن عقد قانوني، يكون أيضا ضمن نسب محددة. بالتأكيد أنه هذول الأشخاص من واحد من عندهم مثلا يريد يبيع الحصة مالته، ما يقدر يبيعها بدون موافقة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، بيها مجموعة من الاتفاقيات. على سبيل المثال يعني اليوم شركة محاماة، شركة محاماة اللي هي بيها مجموعة من المحامين، أيضا المجمعات الطبية بيها مجموعة من الأطباء اللي هم يعتبرون شركاء،
في تقديم الخدمات الطبية. النوع الثالث الحقيقة، وهذا شوية من الأنواع المعقدة، اللي هو شركات الأموال، أو إحنا نسميها الشركات المساهمة هنا. هذه الشركات يساهم فيها عدد كبير من الأشخاص بحصص متفاوتة، وتكون الإدارة مفصولة عن المالكين بمجلس إدارة منتخب. يعني هذه شركة تؤسس أول شيء من قبل مجموعة من الأشخاص المؤسسين يسموهم، يعني قد يتراوح عددهم ما بين 6 إلى 10 لا أكثر. هذول يأسسون الشركة، بعد ما تتأسس بكيانها القانوني يحددون لها رأس مال معين. على سبيل المثال، مثلا رأس مال الشركة هو 1 مليار سهم، قيمة السهم الواحد هو اللي هو 1 دينار. يطرحون هذه الأسهم مالتها لعامة الناس، فتبدي الناس تشتري. قد لربما بعضهم يشتري له 10 ملايين سهم، يجوز بعضهم يشتري له 100 مليون سهم، بعضهم يشتري له 1000 سهم. فهذه راح تصير عبارة عن حصص متفاوتة، كل واحد عنده حصة معينة. هذا تمثل حصته مثلا يجوز 10%، هذا تمثل حصته 1%، هذا تمثل حصة مالته هو 25%، وهكذا. لكن نظام هذه الشركات الحقيقة بالإدارة يختلف. بعد أن تؤسس هذه الشركات ويتم يعني تأخذ الشكل القانوني والترتيب الأموال مالتها، يصير أكو اجتماع هيئة عامة لكل المساهمين يفترض يحضرون، يرشحون ناس من المساهمين في هذه الشركة، المساهمين أو المؤسسين أيضا. يصير انتخابات، يرشحون مجلس إدارة. بالعادة مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات يكون العدد فردي، يعني مثلا 5 7 9 وهكذا. ليش؟ الفكرة مالته أنه في حال اتخاذ قرارات، إحنا أكو راح يصير رئيس مجلس الإدارة هو شخص واحد، والبقية يسموهم أعضاء مجلس الإدارة. فهذول لما تطرح قضية أو اتخاذ قرار، لما تتساوى الكفين، يعني 3 مواف، لو فرضنا أن هم 7 مجلس الإدارة كله، 3 موافقين وثلاثة غير موافقين، فهنا راح يكون الحاسم هو بتصويت رئيس مجلس الإدارة، فهل هو راح يكون مع الرافضين أم مع الموافقين. فلذلك حتى يتجنبون كثيرا من الإشكالات، لذلك يصير عدد مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يكون عددهم فردي. طبعا بقية المساهمين من انتخبوا ذول الأشخاص بعد ما يقدر يعني يتدخل أو يتخذ قرار، لا، صارت القرارات والإدارة كلها بيد هذا مجلس الإدارة، اللي هو يتخذ قرارات معينة لمسار الشركة، استثمار الأموال مالتها، توزيع الأرباح مالتها، المشاريع اللي يدخل بيها. وبعد ذول المجلس الإدارة أكو بالمستوى الأدنى من الإدارة من عندهم المدير المفوض، أو اللي يسموه المدير التنفيذي، اللي ينفذ هذه القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة. العفو. نعم، المنظمة عندنا كنظام مفتوح. بعد ما وضحنا شنو هي المنظمة، شنو هي أنواعها، شنو هي أشكالها، لازم نذكر موضوع جدا مهم، إنه المنظمة لازم تكون كنظام مفتوح. زين، ما هو النظام المفتوح؟ النظام المفتوح هو كيان يتكون من عدة أجزاء تتفاعل مع بعضها حتى تحول هذه الموارد اللي هي المدخلات إلى سلع وخدمات، مخرجات مفيدة للمجتمع. الحقيقة المنظمة بالعادة، أغلب المنظمات هي عبارة عن نظام مفتوح. ليش؟ لأن تحتاج إنه مو فقط تتفاعل مع ما موجود داخل المنظمة، لكن هي تحتاج إنه تتفاعل مع البيئة الخارجية وين للمنظمة. اليوم أنا من أجي أسوي مثلا منظمة أعمال اللي هي عندها إنتاج سلع وخدمات، إذا هي غير متفاعلة مع البيئة الخارجية، فما راح تقدر
تحصل على المواد الأولية أو الموارد البشرية أو الموارد المالية اللي تخليها تشتغل، ولا راح تقدر تبيع منتجاتها إلى نفس البيئة اللي دخلت من عندها هاي الموارد، ولا راح تقدر تبيع منتجاتها إلى الزبائن الخارجيين والأسواق. ليش؟ إذا بقت هي نظام مغلق. لكن في حال نظام مفتوح فهي راح تقدر تتفاعل مع هذه الأجزاء والأطراف كلها. فضروري أن تكون المنظمة كنظام مفتوح. كذلك أنا بنأجي على المنظمات المجتمع المدني على سبيل المثال. منظمات المجتمع المدني هدفها هو خدمة المجتمع، فإذا هي ظلت ضمن إطار أو خلينا نقول نظام مغلق، إذا هي لا راح تقدر تستفاد من المجتمع ولا راح تقدر تفيد المجتمع بهذه الحالة. فيجب أن تكون المنظمة كنظام مفتوح إلا بحالة واحدة، كان طبيعة عملها يجب أن تكون منظمة نظام مغلق. وهذه طبعا تصير في بعض، احنا نسميها في بعض الأجهزة السيادية، أو نقدر نسميها مرتبطة مثلا بالأموال، وزارة المالية، وهنشوف عندها بعض الدوائر أو المؤسسات حتى هي ما مكتوب عليها اسم هذه المنظمة، هي تعمل داخل نفسها وتزود دائرة فقط واحدة معينة أو وزارة واحدة معينة بالعمل اللي سوته. هذه نقدر احنا نسميها المنظمة كنظام مغلق، لكن على الأغلب لازم تكون المنظمة هي كنظام مفتوح. الفقرة الأساسية اللي عندنا بعمل المنظمات اللي هو مفهوم خلق القيمة، اللي هو احنا نسميه الـ Value Creation، مهم جدا في إطار معادلة استمرار المنظمة، كما أن قدرة عمليات المنظمة على إضافة قيمة تتجاوز بكثير تكاليف استخدامها للموارد كمدخلات، يعطي المنظمة أداء متميزا وإنتاجية عالية. خلق القيمة أنا أقصد به أنه اليوم أنا عندي هذه الموارد اللي دا أستحصلها من الموارد البشرية والموارد المادية والمواد الأولية. أنا اليوم إذا ما قدرت أن أخلق قيمة إضافية، خلق القيمة بعملية التحويل هذه وعملية الإنتاج مالتي، بما معنى أنه أنا راح أظل أما أشتغل سد بسد مثل ما نسميه، أو أنه أنا خسران. فعملية خلق القيمة أنه أنا أنتج من هذه المواد والموارد اللي عندي شيء يحقق لي أرباح، يقدمني ويوصلني إلى الهدف مالتي. كذلك خلق القيمة لازم أعتمد وين للشخص المقابلي، يعني الزبون مالتي. إن اليوم أنا من أجي أريد على سبيل المثال، سابقا إحنا أجهزة التكييف اللي موجودة ما كانت بها ريموت كنترول، فلازم أنت تروح على جهاز التكييف تشغله يعني يدويا وتتحكم بدرجة الحرارة مالته. اليوم صارت أجهزة التكييف والتبريد أنه أنت تقدر تتحكم بيها من خلال الريموت عن بعد، تشغله تطفي، تتحكم بدرجة الحرارة، تغيره من تبريد إلى تدفئة. اليوم وصلنا إلى مرحلة بعد أكثر من هذا الشيء. أنت اليوم ما تحتاج الريموت كنترول، باعتبار انه شنو فكروا انه يقدمون قيمه مضافه علما للزبون. ممكن الريموت كنترول في بعض الاحيان ينفقد يضيع، وانت ما راح تقدر تتحكم به الا من خلال هذا الريموت. سووا نظام انه انت تقدر تربط الجهاز التكييف مالتك على التليفون مالتك اللي اكيد هو دائما وياك ما يضيع، فتقدر تتحكم بهذا الجهاز، مو فقط جهاز التكييف الحقيقه، التلفزيونات، كل الأجهزة الإلكترونية وأغلبها اليوم معظمها نقدر نتحكم بها من خلال التليفون، الهواتف الذكية مالتنا. فهذه يعني مفهوم خلق القيمة يحتوي على شطرين، يعني أخلق قيمة داخل منظمة مالتي حتى أحقق الأرباح وأحقق أهدافي، وبنفس الوقت أخلق قيمة علما للزبون اللي دا يشتري المنتجات أو يستفاد من الخدمات مالتي حتى يستمر بشرائها والاستفادة منها.
خلق القيمة داخل المنظمة لازم يرتبط بثلاث مفاهيم. المفهوم الأول اللي احنا نسميه الفاعلية. الفاعلية اللي هي قياس، عفوا هذا اكو خطأ مطبعي، هي قياس لمدى تحقيق الأهداف المحددة، وهي تركز على المخرجات. يعني أني اليوم راح أقيس إيش قد بالفاعلية، إيش قد أني حققت الأهداف اللي أني حددتها في بداية العملية الإدارية مالتي، من خليت أهداف من خلال وين؟ بالتخطيط. من أجل التخطيط أخلي أهداف محددة. إذا أني إيش قد حققت من هذه الأهداف، فهي بذلك الفاعلية إيش راح تركز لي؟ راح تركز لي على المخرجات. ليش؟ باعتبار راح تقارن ما بين المخرجات أو النتائج اللي حققتها مع الأهداف اللي أني وضعتها في البداية. هذا المفهوم الأول اللي هو الفاعلية. المفهوم الثاني اللي هو الكفاءة. بالكفاءة أنا راح أتوجه إلى مقياس لحسن استغلال الموارد التي ترتبط بأهداف محددة وتركز على المدخلات. إذا أني بالفاعلية ركزت على المخرجات، لكن بالكفاءة ركزت وين؟ على المدخلات. إنه أني المدخلات اللي عندي مثلا، هل العمل مالتي هذا قدرت أحققه من خلال ثلاث عاملين؟ محتاجية عامل آخر إضافي؟ المواد الأولية اللي استخدمتها هل كان الفاقد مالتها قليل أو بدون فاقد على سبيل المثال؟ المكائن مالتي اللي استخدمتها بعملية الإنتاج أو تقديم الخدمات، هل هي يعني اشتغلت بالوقت المحدد أم احتاجت وقت إضافي لعملها؟ كانت بطيئة أو كانت سريعة؟ فهذا بالكفاءة تركز على المدخلات، أما بالفاعلية فإحنا راح نركز وين؟ على المخرجات. اليوم راح أجي بعد هذه التعريفين أو المفهومين راح أربطهم من خلال مفهوم ثالث اسمه الإنتاجية. الإنتاجية هو عبارة عن العلاقة بين كمية ونوع الأداء، كمية ونوع الأداء واستغلال الموارد. يعني بما معنى أنا هو عبارة عن حاصل قسمة قيمة المخرجات على قيمة المدخلات، حتى أعرف أني إنتاجيتي عالية، إنتاجيتي منخفضة، قدرت إنه أني أقدم إنتاجية جيدة من خلال هذا العمل مالتي. فهو دا يقارن لي بين كمية ونوع الأداء واستغلال الموارد مالتي. كمية ونوع الأداء هي ممثلة وين؟ بالمخرجات. أما استغلال الموارد فهي ممثلة بقيمة المدخلات، فمن أقسمهم راح أشوف إيش قد تطلع عندي الإنتاجية. حقيقة هذا الشكل يبين لي المنظمة من تعمل ضمن نظام. اليوم إحنا النظام هو مقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هو نسميها المدخلات، هذا كأي نظام عام بشكل عام يشمل على المدخلات. المرحلة الأخرى بعد أن خليت هذه المدخلات مالتي، دخل في عملية اللي هو احنا نسميه المعالجة، يعني البروسيسورنج اللي هو المعالجة. ما بعدها بعد المعالجة راح يظهر عندي المخرجات أو النتائج مالتي. يعني اليوم أنا من أريد أسوي مثلا دراسة على سبيل المثال، دراسة بحث، من أريد أسوي هذا البحث مالتي، الموارد مالتي عبارة عن المصادر اللي راح أستخدمها، سواء كانت كتب أو بحوث منشورة أو أي معلومات أخرى رسمية. من جبت هذه المعلومات اللي أحتاجها، أخذت من عندها ما أحتاجه من الملخصات، بعض التعاريف، بعض النقاط، دخلتها إلى عملية معالجة. يعني لخصتها بهذه الطريقة، دخلتها إلى عملية معالجة، طبقت العمل مالتي، طلعت بنتائج، وبالتالي راح المخرجات مالتي راح تكون اللي هي عبارة عن الاستنتاجات والتوصيات مالتي اللي خرجت بيها من ضمن هذا البحث أو الدراسة اللي سويتها. فمن راح اجي اشوف هنا عندي المرحلة الأولى اللي هي متواجدة على جهة اليسار، البيئة الخارجية اللي هي هذه تجهز، البيئة الخارجية مالتي اللي هي تجهز.
شو تجهزني؟ تجهزني بالموارد، المدخلات. شنو هي المدخلات؟ المدخلات اللي هي عبارة عن العاملون اللي احنا ذكرنا، هم الموارد البشرية، الأموال، الموارد المالية، المواد الأولية اللي هي تندرج تحت مسمى الموارد المادية. وأيضا عندنا التكنولوجيا، مثل ما ذكرناها البارحة، أنه التكنولوجيا كيفية عمل أو إجراء هذا الشيء، المعلومات والمعرفة اللي أحتاجها لإنجاز هذا الشيء، وكذلك طبعا إحنا نحتاج إلى الطاقة في العمل معنا. انتقلت إلى الخطوة الداخلية والمرحلة الداخلية اللي هذه تكون داخل المنظمة. داخل المنظمة، المنظمة تقوم بتحويلها أنشطة العمل، تحول المدخلات اللي اجتينا من البيئة الخارجية إلى المخرجات. فراح أشوف الآن من تمت هاي العملية شنو المخرجات كانت مالتي. البيئة الخارجية تستهلك المخرجات مالتي، الاوتبوت احنا نسميها، اللي هي السلع والخدمات. يعني اما المنظمة تقدم سلع ملموسة او خدمات حسب طبيعة المنظمة، وعندي ايضا المعرفة والمعلومات اللي قد ربما يحتاجها المواطن، او هي معرفة ومعلومات احتاجها انا كمنظمة للعمل او العملية القادمة مالتي. طبعا بعد ان صار عندي مخرجات، راح يصير عندي تغذية عكسية ومعلومات راجعة منين؟ من المستهلكين. المستهلكين الموجودين بالبيئة الخارجية، فهذا راح يرجع لي ردة الفعل، مثلا هذا الانتاج مالتي هل هو كان مناسب للمستهلك؟ كان جيد الجودة، السعر، طريقة الاستخدام؟ هذه كلها عبارة عن آراء ومعلومات راجعة من المستهلكين، حتى أقدر أني أطور من عملي وأيضا أصحح الأخطاء بالمرحلة القادمة. يعني يمكن حضراتكم تقرون بعض الأخبار، يعني بين حين والآخر شركات السيارات تستدعي كذا ألف سيارة، وذلك لوجود خلل مصنعي أو عيب في جزء من عليها، فهي تستدعي هاي السيارات حتى تصلح هذا الخطأ وترجع، يعني ترجعها للزبون اللي كانت مشتراة، أو اللي بعدها ما مشتراة ترجعها إلى المعارض. الحقيقة تغير طبيعة عمل المنظمة في عالم اليوم. طبيعة عمل المنظمات منذ نشأتها هي في تغير مستمر، باعتبار أنه احنا بيئة الحياة مالتنا هي بيئة ديناميكية متغيرة باستمرار، متطورة محدثة. فلذلك أيضا طبيعة عمل المنظمة متغيرة في مراحلها. فخلينا نشوف اليوم احنا بعالم اليوم شنو صار التغير بطبيعة عمل المنظمة. المنظمات اليوم اتجهت الى انه الاعتقاد بأهمية رأس المال الفكري والمعرفي. ليش؟ باعتبار الانسان هو صاحب الافكار، هو صاحب المعرفة اللي تقدم بافضل حال. من ذكرنا البارحة على سبيل المثال اللي هو برج خليفة، من ذكرنا برج خليفة، الناس يعني الأشخاص تحت أي مسمى، مهندسين أو أشخاص إداريين، ممكن أنهم فكروا بهذا الموضوع، فكروا كيف يبنون برج بهذه الطريقة. فإذا اليوم رأس المال الفكري والمعرفي هو جدا ضروري في عمل المنظمة، وليس هو سيستم فقط محدد وتمشي به، لكن انت لازم هذا السيستم يكون بتحديث مستمر وتطوير مستمر حتى تقدر تقدم شيء افضل. الفكرة الثانية اللي صارت اليوم او التغير الثاني هو تغير مفهوم اصدار الامر والرقابة على العمل. يمكن هذا الموضوع اللي احنا اليوم يعني نقدر نلمسه بالمجتمع الياباني. وأبسط مثال، أكيد يمكن كلكم قريتوا الخبر، بعد لعبة يعني كأس العالم،
بين اليابان وألمانيا، الجمهور الياباني بعد أن خلص المباراة قعد نظف أماكن الجلوس مالته وجمع النفايات وسلم المقاعد مالته نظيفة. الجمهور الياباني ما حد مراقبه، ما حد يعتب عليه، ما حد راح يحاسبه، لكن هذه الثقافة اللي موجودة عنده. نفس الشيء اللاعبين بعد أن استخدموا غرف تبديل الملابس وكملوا نفس الحالة، نظفوا كل شيء وغادروا مع عبارة شكر من عندهم للاستضافة. فهنا تغيرت الفكرة، تغيرت أنه هو ما ينتظر تصدر لأوامر ولا أنه أكو رقابة على العمل، صارت أكو رقابة ذاتية، أنت تبذل جهدك بطريقة صحيحة، تنفذ العمل مالتك بطريقة صحيحة، راح يتم كل شيء صحيح. النقطة الثالثة الحقيقة، وهذا فشي كلش مهم، أنه هو التركيز على بناء فرق العمل. اليوم بمنظمات الأعمال أو المنظمات بصورة عامة صار التركيز على أنه بناء فرق العمل. ليش فرق العمل؟ الفكرة مالتها أنه أنت هذا الفريق راح يشتغل بتفكير موحد، حتى لو أنا أجمعها باختصاصات متعددة. يعني اليوم أنا ممكن أجيب شخص إداري، شخص يشتغل بالحاسبات والتكنولوجيا، شخص يشتغل بمهندس على سبيل المثال مهندس معماري، ممكن أجيب شخص اللي هو اختصاصه كيمياء وبيولوجي، وأدمجهم، أدمجهم في بناء فريق عمل. هذا الفريق العمل من أوجهه إلى مهمة محددة أو عمل محدد، راح تمتزج الأفكار مالته كل من باختصاصه، ويطلع لي بفكرة جديدة تمكنني من تحقيق أهداف ذكية، احنا نسميها أهداف ذكية. راح ناخذها أكيد طبعا يوم غد إن شاء الله بالتخطيط. فهذه هو فائدة فرق العمل، أنه أنا أجمع أشخاص من عدة تخصصات حتى أحقق أهداف مختلفة. يعني اليوم أنا من أقول لك شلون أخرج خارج الصندوق، أجمع فريق عمل بتخصصات متعددة حتى تقدر تنفذ هذا الشيء. النقطة الرابعة الحقيقة هو بروز دور التكنولوجيا بشكل كبير، العفو، في منظمات الأعمال. التكنولوجيا ساعدت منظمات الأعمال، وأن يكون يعني مع الأسف احنا يعني مو فقط احنا، يعني بارد اذكر انه احنا فقط كدولة او الناس هي استفادت او استغلت التكنولوجيا بصورة صحيحة، لكن في المجتمعات المتقدمة وحتى ايضا بعض المجتمعات اللي هي قد ربما غير متقدمة استفادت من دور التكنولوجيا بشكل كبير في منظمات الاعمال. يعني على سبيل المثال قبل كذا سنة كان عندنا إشراف على تدريب صيفي لطلاب. التدريب الصيفي يكون في مؤسسات حكومية أو خاصة، بناية متكونة من مجموعة من الطوابق، بها يمكن في 7 طوابق. إذا يريد يمشي معاملة الشخص المراجع يصعد أول شيء على الطابق السابع يحصل الاستبارة، ينزل على الطابق الثاني يحصل الخدم، يصعد على الطابق الخامس يحصل توقيع، ينزل على الطابق الأول يدفع الأجور الرسوم. يعني هي عملية معقدة. اليوم أنت ممكن باستخدامك للتكنولوجيا، عندك أنت الكمبيوترات كلها متوفرة، شبكات الداخلية اللي هي كلها متوفرة، ممكن انه انت تصدر له وثيقة الكترونية في بداية العمل مالته الى ان يكمل شغله كله. افضل ما هو يظل يصعد وينزل يحصل موافقات وتوقيع وهذه في طابق واحد في غرفة واحدة، وبالتالي يدفع الاجور وياخذ المعاملة مالته ويروح. وطبعا يعني من الأمور الأخرى اللي شفناها أنه مرات مو هو المراجع لازم تندز بمعتمد، يعني معتمد في داخل الدائرة هو اللي ياخذها يودي البريد ويصعد البريد،
وهذا المعتمد ينتظر أنه يصير مجموعة من الوثائق، يلا ما يتحرك على وثيقة واحدة. فهنا أنا من استخدماني التكنولوجيا، أنا دا أختصر الوقت، دا أختصر الوقت واختصر الجهد، ودا أدي العمل بدقة أكثر. النقطة الخامسة هي حقيقة شبكات الاتصال المتطورة اللي تقدر تربطك ما بين أنت اليوم عندك شركة أو منظمة بالعراق، وبنفس الوقت تقدر ترتبط مع شركة موجودة مثلا في أمريكا أو في كندا اللي هي يمكن نعتبرها من الدول البعيدة علينا، أو حتى في أوروبا. خلال ثواني تقدر أنه أنت تسوي كونفرنس كول، يعني يوم ما أعرف، أنا يمكن أتوقع أكون من الأشخاص المشاركين هم من دول أخرى، دول عربية، هو قاعد في أحد الدول العربية في مصر أو في تونس، واليوم أنا قاعد بالعراق، ودي يتابع ومشارك في هذه الدورة. فهذه شبكات الاتصال المتطورة سرعت العمل واختصرت الوقت والجهد. أيضا النقطة السادسة، وتطلعات جديدة لقوة العمل. يعني اليوم قوة العمل قام يصير عندها تطلعات وآفاق أكبر، صارت هي جزء من المساهمة باتخاذ القرارات أو طرح الأفكار، احنا نسميها اللي هي العصف الذهني، أو حلقات العمل يسموها باليابان، اللي يجمعون العاملين وكل الإدارة الحقيقة، كل اللي موجودين العاملين بكل اختصاصاتهم مع الإدارة العليا، ويجتمعون في طرح أفكار واتخاذ قرارات تخص الشركة أو المنظمة نفسها. النقطة الأخرى هو الاهتمام والموازنة بين حياة الأفراد وعملهم. سابقا كانت الحقيقة ساعات العمل طويلة ومجحفة، و يعني ممكن أن الفرد كان يشتغل أكثر من 12 ساعة باليوم وجزء أكثر، إلى أن ظهرت مفاهيم، أكيد طبعا هاي موجودة في مجتمعات الأعمال المتقدمة، ظهرت مفاهيم أنه أنت الفرد لا يعني ما يشتغل أكثر من 40 ساعة بالأسبوع، اللي هي بمقدار 5 أيام عمل. والآن اللي يتجهون الحقيقة بدأوا يطبقوها في بعض الدول وبعض المنظمات أنه 4 أيام عمل فقط. ليش؟ لأن شافوا 4 أيام عمل، وبالإضافة إلى بدلا من 8 ساعات عمل تكون 6 ساعات عمل. شافوا أنه الإنسان إذا ينطوه وقت أكثر للرفاهية وللراحة بهذه 6 ساعات و4 أيام عمل، راح يكون الإنتاجية مالته هي أكثر من الإنتاجية بفترات عمل أطول. النقطة الثامنة اللي هي التركيز على السرعة في الإنجاز. الحقيقة هذه من الأمور المهمة اللي بدأت تنظر إليها منظمات اليوم، خصوصا مع توفر اللي هي شبكات الاتصال المتطورة ودور التكنولوجيا، فهذا ساعد على أنه يركزون على السرعة في الإنجاز في أعمالهم. نجي على خصائص المجتمعات المتطورة إداريا، بماذا تتصف هذه المجتمعات؟ طبعا النقطة الأولى هو احترام الوقت والالتزام به، هذه من أهم الأمور. المجتمعات هي أكيد المتطورة المتقدمة، وأكو بعض المجتمعات اللي هي ما محسوبة على الدول المتقدمة لكن هي عندها أنظمة إدارية. على سبيل المثال، أنا اللي شفته من خلال تجربتي خلال زيارتي إلى يعني الإمارات العربية المتحدة في دبي، شفت هذا النظام اللي عندهم. هو أول شيء احترام الوقت والالتزام به، عندهم يعني المجتمعات المتطورة إداريا أيضا لازم يكون عندها الانفتاح وقبول الجديد واحترام الآخر، هذه من السمات المهمة ضمن هذه المجتمعات. ثقافة المجتمع المتجددة المتسامحة، ثقافة المجتمع المتجددة المتسامحة، أنه هو أكو تعاون
أكو تفاهم بين الآخرين حتى يقدر ينجز الأعمال بصورة صحيحة. أكيد طبعا واحدة من الأمور المهمة هو الاستقرار السياسي والنموذج الديمقراطي، وليس البيروقراطية بالعمل. تنجز العمل مالتك. يعني أنا أريد يعني أختم هذه النقاط وأحكي عن تجربتي الحقيقة. فننتقل للنقطة الخامسة، تجسيد مبادئ القيم الدينية في العمل، يعني احترام الآخرين وتقبل الآخرين. ستة، أدنى المنافسة العادلة والمشروعة في ميدان الأعمال. يعني أكو منافسة عادلة ومشروعة، كل من يأخذ حسب إمكانياته حسب مقدراته ياخذ المكانة مالته على مود يقدر ينافس بطريقة مشروعة. احترام المرأة في مكان العمل ورعاية الطفولة وحماية الأحداث، هذه من ضمن يعني تفكير أو توجه المجتمعات المتطورة إداريا. التفسير الموضوعي للأمور وعدم تحميل الغير مسؤولية. اليوم لما أكو شخص يخطأ فهو يتحمل الخطأ ويطلب مساعدة الآخرين في حل هذه المشكلة. يعني هنا هاي الفكرة اليوم، أنه أنت من أكو خطأ تتحمل أنت المسؤولية وبنفس الوقت تطلب مساعدة الآخرين. وأيضا التلكؤ في إنجاز الأعمال، أكو أسباب إلها، أكو يعني هذه الأسباب أنه أنا لازم أعالجها بطريقة معينة، طريقة علمية. ليس انه اني اذب اللوم على الاخرين، لا، اتحمل مسؤولية واطلب المساعدة حتى نقدر نحل هذه المشكلة. ادنى العلاقة المتميزة بين منظمات الاعمال ومراكز البحوث والجامعات، هذه من الامور المهمة الحقيقة. منظمات المتطورة اداريا دائما تكون تاتش مع المراكز البحوث والجامعات. ممكن قبل سنة أتذكر كانت ندوة على موضوع الجامعات، يعني اللي هي كان دا يحكون على تجارب الجامعات بمجموعة من الدول المختلفة. كانت أستراليا واحدة من ضمنها، وأمريكا وأوروبا إنجلترا. فواحدة من الأمور اللي ذكرت أنه الأستاذ اللي يعمل في هذه الجامعات عنده يعني مهمات اثنين، يعني تقسم المهام لأفراد محددين. هذول الأفراد اللي هو يهتم اهتماماته هو بتدريس الطلبة وتعليم الطلبة، فهذا عنده مجموعة من المحاضرات اللي يلقيها أسبوعيا على الطلبة وبعض الأنشطة العلمية اللي يؤديها. نوع آخر من الأساتذة أصحاب الخبرة، طبعا أكيد يفضل أنه هو ما ينطي محاضرات، يجوز ينطي مثلا يعني ساعات قليلة، لكن هذا يهتم بعمليات البحث والتطوير. فهذا المهمة مالته تكون شنو حسب ما وصفه بالورشة، أنه يروح على الشركات يستفهم من عندهم ما هي المشاكل اللي عندهم، ما هي المعوقات، يجمع هذه المشاكل، يقعد يدرسها، يسوي بحوث عليها، يسوي دراسة عليها، يطلع بحلول وبنتائج يجي يقدمها إلى هذه الشركات. طبعا هذه الشركات أولا هي راح تدعم الجامعة، تدعمهم ماديا، توفر لهم الأجهزة المطلوبة حتى يؤدون هاي الدراسة والبحث مالتهم. فتدعم الجامعة ماليا أول شيء وماديا، وأيضا الشخص اللي هو الأستاذ البروفيسور اللي سوى هذه الدراسة أو المجموعة اللي سوت هاي الدراسة أيضا يكافئون ماليا. فهذا هنا يصير أكو هذه العلاقة اللي تصير بين منظمات الأعمال، وشون هي تستفاد من العلم والمعرفة اللي متوفرة وين في مراكز البحوث أو في الجامعات حتى تطور نفسها وتحل المشاكل اللي تواجهها بعملها.
شكرا لحسن إصغائكم الحقيقة، وأتمنى أنه تكون أوف. نعم تكون